السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئت لأطمئن عليك ولأتحدث معك. أهلا وسهلا بك، أفضل. تفضل بالجلوس. شكرا جزيلا لك. حدثني عن أحوالك وأخبارك يا خالد. بخير والحمد لله. ما رأيك في أن نتحدث عن موضوع فضل التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ يا له من موضوع جميل ومهم. إذن فلنتحدث عنه. التوكل على الله هو صدق الاعتماد على الله عز وجل واللجوء إليه في جميع الأمور وترك الاختيار لله تبارك وتعالى. فاختيار الله عز وجل وتدبيره للعبد أفضل من تدبير العبد لنفسه، فهو الأعلم بمصلحته وأرحم به من نفسه وهو القادر على نفعه. فالمسلم يأخذ بالأسباب التي قدرها الله تبارك وتعالى ثم يتوكل على الله. وللتوكل فضائل عظيمة في الدنيا والآخرة لا يدركها إلا من فوض أمره لله سبحانه وتعالى. الإنسان المتوكل على الله يشعر بالطمأنينة والراحة النفسية، فلا يشعر بالقلق ولا يعاني من الأمراض العصرية الناتجة عن القلق والتوتر. وعدم التوكل على الله حق توكل، والذي يجعل الإنسان قويا في تعامله مع مصاعب الحياة. التوكل على الله يجلب محبته سبحانه وتعالى لأنه يحب المتوكلين، وقد أمرنا بالتوكل عليه وحده، فقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن ثمرات التوكل على الله أن إيمان العبد لا يتحقق إلا بالتوكل عليه سبحانه، فقال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طمأنينة النفس وسكونها وعدم الشعور بالقلق أو التوتر. التوكل على الله من أفضل الأعمال التي تقرب العبد إلى الله تعالى، وقد أمرنا الله عز وجل بالتوكل على في الطاعة، قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول عقب كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن ثمرات توكل العبد على الله عز وجل أنه يكفيه من كل هم وضيق. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. التوكل على الله عز وجل يستوجب حب الله، قال تعالى:
فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. التوكل على الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة بغير حساب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، أي كيف تأتي يوم القيامة، فرأيت النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه رجل، آمن معه رجل واحد، والنبي ومعه رجلان، والنبي ومعه رعد، إذ عرض علي سواد كثير، فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه الذين آمنوا مع موسى جمع كبير. ثم عرض عليه سواد كبير سد الأفق، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000. وحينما سئل صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل لناقته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. ولقد أمر الله تعالى نبيه أيوب عليه السلام أن يضرب الأرض برجله بعد أن دعا لمرضه. وهل ضربة الصحيح للأرض منبعة للماء؟ لا، ولكن الله يريد أن يعلمنا أنه لا بد من اتخاذ السبب ولو كان ضعيفا، فالأمر أمره والكون كونه، ولكن لا بد من فعل الأسباب. ولما أراد الله أن يطعم مريم وهي في حالة وهن وضعف، أمرها أن تهز جذع النخلة لأن السبب يتخذ ولو ضعف. إذن أبذل السبب ولو كان يسيرا، واعلم أن الله هو مسبب الأسباب، ولو شاء أن يحول بين سبب وأثر لفعل سبحانه. ولذا لما ألقي إبراهيم في النار لم يحترق، لأن الله قدر ذلك. وإسماعيل عليه السلام لما أمر أبوه السكين على عنقه وهي سبب في إزهاق الروح لم تزهق روحه، لأن الله لم يأذن في ذلك. فلا يعتمد إلا على الله وتتخذ الأسباب، لأن الله يقدر الأمور بأسبابها. فالمسلم عليه أن يعتمد على الله في أمره كله، ويتأكد في مواضع ذكرها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيشبه الله برزق له عاجل أو آجل. وأيضا قوله تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيل. وقال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما أذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب:
لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكتوب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفس طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج رجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين فقال له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ والمسلم الحق عليه أن يلجأ إلى الله تعالى في كل أحواله، فلا أشقى من عبد وكله الله إلى نفسه. قال سبحانه: وتوكل على الله وكفى بالله وكيل. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير على هذا الموضوع الجميل والمهم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله.